بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة سمر. اليوم جبت لكم هذايا البويون ولا شوربة بيضاء ولا بويون خضار، اللي هو مفيد جدا للمرأة المرضعة لأنه يزيد في كميات الحليب عندها، وأيضا مفيد جدا للزكام. أبقوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة سمر. اليوم راح نجيب لكم جبت لكم هذا البويون اللي هو يساعد المرأة المرضعة اللي عندها نقص في الحليب باش يزيد من إضرار الحليب. هذا يا كما كنت تشوفاني حطيت كل حاجة لداخل، هو يعني بكل سهولة عندك هذه الكميات، تاع هذه كميات على شخص واحد. طبعا الافضل انه المرضعة يعني كل يوم تعمل هكذا كمية صغيرة باش تاكلو سخون ويبقى فيه الفوائد ديالو ما يخسرهمش. كل يوم ديري شوية طيبيه وكليه في الفطور وفي العشاء مرتين في النهار، كوليه قبل من الوجبة. عملي فقط بول هكا صغير وكوليه، كوليه حتى اذا ما عجبكش البنة ديالو، ولا كوليه لفائدته ماشي يعني للذوق ولا باش تشبعي ولا. طبعا من مدرات الحليب عندنا اوراق تاع الشلاضة، عندنا السمسم، عندنا البيض، تقلي حبة بيض وتحطي لها ملعقة عسل حر، من الأمور اللي تزيد لك الحليب. وأيضا هذا يا هذا البويون ما شاء الله، هذا نهار يعني أنا راني مرضعة، هذا يا نهار نحس عندي نقص في الحليب. وأيضا هذا الوجبة مفيدة أيضا للأطفال الصغار، الأطفال الصغار اللي يكون عمرهم يعني من 9 أشهر فما فوق، لأنه يعني هذا يا البصل فيها الأفضل تسني 9 أشهر تدخلي لها هذا البصل، لأنه شوية يعمل الغازات. وعلى كل حال ندير لكم سلسلة على تغذية تاع الرضيع. حاليا حنا راح نتكلموا على البويون المدر للحليب. المكونات كامله هم هنا كما راكم تشوفوا، عندي 2 حبات بطاطا قسمتهم كبار قطع كبار، لاني من بعد راح نرحي كلش البطاطا لانها صغيره، حطيت 2 حبات هكذا صغار. عندي حبه بصل صغيره، عندي هذايا الكويس، اي قطعه دجاج عندك حطيها ما يهمش، رقبه، جناحتين، الكويس، صدر، اي قطعه لحم دجاج عندك حطيها، اعمليها بالدجاج تجي ألذ باللحم. انا شخصيا ما تعجبنيش ولكن الطبخ اذواق. راني حاطه ملعقتين زيت لداخل، ملعقتين ثلاثه زيت، واذا حطيتيها بزيت الزيتون تحبي الذوق تاعو ايضا جيد. انا راني حاطه زيت عباد الشمس، زيت عادي، واني حاطه 2 حبات قرعه لانها صغيره، لو كان جات كبيره نحط وحده كبيره فقط، لاني كما قلت لكم نعمل وجبه تاع نهار وباش ناكلها سخونه وجديده ماشي بايته. ونحط الجزر، ما نحبش انا كي يغلب الذوق تاع الجزر في البويون، لهذا نحط الجزر لكن ما نحطش وحده كبيره، ولا نحط هكذايا ولا شويه حتى وتكون قد الحبه تاع القرعه هذه نحطها، لكن ماشي اكثر. قلت لكم دائما نقول لكم الاكل اذواق. هذه هي، وهذا يا الكرافس، هذا الكرافس انا كنت حطاته في المجمده، غسلته حطاته في المجمده، جبته وحطيته، وتحطي الملح والزيت وفقط. احنا كثير الجزائريين ما نعرفوش نطيبوا بلا الفلفل الاسود، الفلفل الاسود ما عنده يعني عنده فوائد لكن يحرق لي ستوما. بالنسبه للمراه المرضع يعني روحوا قراوا عليها في المواقع الطبيه، المراه الموضوع المفروض المرضع ما تاكلش ليزيبيس بكثره، وخصوصا ليزيبيس اللي كيما الفلفل الاسود. انا لانني نرضع ما نحطش كامل الفلفل الاسود في الاكل تاعي، وهذا البيون ما يجيش بالفلفل الاسود، خصوصا الطفل كي يكون طفل رضيع صغير كل حاجه يتعقب له من الثدي. اذا هذا هو، دوكا نحطه ويغلي جيدا حتى يطيب اللحم ويطيب كل حاجه، هذوما يطيبوا بسرعه القرعه وهذوما، لكن نشوفوا فقط الجزر ونشوفوا اللحم غير يطيبوا هذوما، من بعد نولي لكم تشوفوه نميكسيه ان شاء الله وتشوفوا النتيجه. كنت تشوفوا لهنايا مليتو بالماء، عمرتو مليح حتى تغطات كاع تلك المكونات، لاني ما نحبش في نص الطياب نزيد الماء. مليتو كثير مليح، راح يكفيهم الماء. كي يغلي نحطو على اني حطيته على نار عاليه، كي يغلي نحطو على نار متوسطه وننتظر حتى يطيب كامل المكونات ونرحيه معاكم. طبعا انا حاطه الملح والزيت وفقط، مانيش حاطه امور اخرى، لانه باش يكون بويون صحي صحي. ومع الملاحظه ايضا هذا جيد ايضا حتى لاغريب اللي عندهم الزكام،
هذا ماشي كيتشرب به راح تبراي من الزكام، لكنه يساعد في رفع المناعة. نلتقي بعد قليل. انا بعد ما طابت المكونات كلها راهي طايبه، لكن انا يدوك ندني عليها شويه الغطا هكذايا، نخليها باش ينقص شويه هذاك الماء ديالها. الريحه لو كانت تقدروا يعني تشموها رائعه. طبعا دوك لو كان تشكوا اللحم ولا الجزر ولا تشكوهم بالموس، اللحم يا اخي تحطوا له هكذايا ويدخل فاسيلمون، فهذا يعني انه طايب. راكو تشوفوا كيما هنايا العظمه تلحات من سمو. طبعا تسيو في شوفوا اللحم وشوفوا الجزر، هاي الجزر هلا دخل فيها، اذا راهو طايب. ننتظر له فقط شويه برك يغلي، عفوا شويه يتبخر منه الماء، ونقوم نرحيه. كيما راكم تشوفوا هاو طاب اللحم. ننزعي اللحم، حطيه على جنب. واذا شفتوا انه المرقه كثير تنزعوا المرقه، خلوا هذو نحتاجوهم، تنزعوا المرقه تحطيها داخل البول هكذا امامك. تنزعي المرقه شحال تحتاجي، تتركي شحال تحتاجي كي ترحيه، ومن بعد تبداي تزيدي المرق، تعاودي ترجعي المرق وتركي لهنايا شحال تحتاجي. انايا يعني انا صراحه انا نترك هذه المرقه حتى ويجيني بالميكسور. تقومي بال يعني انا ما نزعجكمش بالصوت، نكمل نحي المكونات ونرجع لكم. وكما قلت لكم انا المرقه نخليها هكذا، لانه علاش؟ هذا البويون للفائده ديالو، راح ناكلوه ماشي شباح ولا لازم يكون شباب ولا. هذا الماء كله فوائد. حاولي انك يعني تاكلي اكثر واش تقدري تاكلي منه كله، وشربيه كله فائده ماشي للذوق ولا باش كيما نقولوا ما باليش انايا شهوه ولا ما على باليش انايا. لا لا كوليه شربيه، بذلي جهد وشربيه لانه كاع فوائد. واذا لحيتيه قد ما تلحي منه قد ما كيتنقصي من الفوائد. خليكم انا نرحيه ونرجع لكم. انا رحيت كامل هذوك المكونات. دوك هذايا الجدالت هذا اللحم، دوك نحيلو العظم ديالو نرميه لداخل، ايضا نكمل نرحيه معاه باش يختلط اللحم معاه. واذا ما حبيتيش تقدري تسقيه هكذايا وتقطعيهم قطع كبيره من الفوق تحطيهم وتاكليه. دوك انايا نحي هذا العظم وهذا اللحم نرميه لداخل نكمل نرحيه. هذه هي النتيجه النهائيه، راح تكون على هذا الشكل، ولو انه يعني الصوره ماهيش واضحه كثير بسبب يعني هلا ممكن هكذا توضح اكثر. هيك هي شوربه، يجي شوربه. طبعا اللي تحبها كما قلت لكم، اللي تحبها تكون ثقيله تنقص الماء قبل ما ترحي هذا اللحم، يعني خليتها هكذا قطع. اللي تحبها تكون خفيفه على هكذايا تنقص الماء قبل ما ترحي المكونات، نقص الماء. لكن انا خليتهم لاني ما نحبش الماء، كل قطره ما ضايعه منه هي فائده، ما حبيت نضيع حتى قطره منه، حبيت نتناوله كله لي انا امام اطفالي، نعطي لهم حتى بنتي عمرها سنه تاكل معايا، ابني يحبوه كثيرا. هذا هو، ان شاء الله تجربوه وصدقوني هذا مضر جدا للحليب. وما تنسوا تشتركوا في القناة تاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.